تعالوا بقى نروح لنجوم التاسعة اللي كنت لسه بكلمك عليه. نجوم التاسعة أقدر أقول لك بمنتهى الثقة أكبر مسابقة وأعمق مسابقة وأهم مسابقة لاكتشاف المواهب في الغنى وفي الشعر وفي القصة القصيرة. طيب شفتوا بقى النماذج اللي احنا بنعرضها ولا لا؟ ما شفتوش النماذج؟ طب تعالوا الاول نشوف البرومو بتاع المسابقه علشان كمان تعرفوا ازاي تقدروا تشتركوا، وبعد كده نبدا نعرض النماذج على طول خبط لزق كده ورا بعضه، الناس اللي شاركت معانا او بعض من النماذج اللي شاركت معانا. احنا اظن بنعرض ثلاث مواهب في كل مره. تعالوا كده نشوف ونرجع نكمل الكلام. نجوم التاسعه، حلمك ممكن يبقى حقيقه. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار، بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم ثلاث نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 15 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. كده شفتوا البرومو؟ عرفتوا؟ خش على الفيسبوك صفحة التاسعة هتلاقي صورة واحد لابس بدلة كحلي، هو ده أنا. كنت خاسس عن كده كتير. المهم يعني التاسعة هو ده. حلو كده. طيب تعمل ايه؟ الفيديو بتاعك اللي هو الدقيقتين بتاعة الغنى تروح حطه، والله الشعر بتاعك تلقيه او تبعته لنا على PDF، ثلاث قصائد، اي شعر، حر، عامية، فصحى، اللي انت عايزه. طيب قصة قصيرة PDF، في قصة قصيرة عشان نقعد نقراها. كل الحاجات بتتفند وبتتشاف وبتتقري، كله كله كله، ثم يعرض فيما بعد ذلك بقى على اللجنة أو اللجنة المختصة في كل موهبة من المواهب، وبناء عليه نبدأ بقى نشتغل على الفلترة ومين هيوصل للنهائي ومين اللي هيتم إنتاج الأغنية ليه ومين اللي هيتم نشر ديوان الشعر بتاعه ومين اللي هيتم نشر مجموعته القصصية. تعالوا بقى نشوف المواهب او جانب او تحديدا ثلاث مواهب من اللي بعتوا لنا في نجوم التاسعه على صفحتنا التاسعه. تعالوا نشوف. مشي تعالى الاشواك وجيت لي مش بزعل ولا اشيل في نفسي لو حد سابني وراح لحاله. بقول لنفسي ما تزعليش، كل اللي راح هيجي يوم ونجيب بداله. ما بتوقفش الدنيا يعني، ولسه ياما هناخد دروس.
مهما كنت حويط وناصح عمرك ما تدخل جوه النفوس. معلش هتقل عليك وانت ماشي، اوعى تنسى تاخد كمان الباب وراك، وما دام قفلته باختيارك عمره تاني ما يتفتح لك، مفتاحه يعني ما بقاش معاك. طيب هقول لك كلمه واحده اسمعها مني، خلصت الكلام ما بقتش فارق، والسلامه وخساره فيك حتى السلام. طيب اديكوا شفتوا مواهب من المواهب اللي اتعرضت علينا، او بالادق اللي اتبعتت لنا على صفحتنا التاسعة، وعلى ما يبدو الناس اصبحت اكثر اهتماما، يعني اصبح الناس بتبذل مجهود في الاخراج بتاع الفيديوهات اللي بيبعتوها. الناس اصبحت شايفة ان الموضوع بجد مش هزار، وده بقى المهم بالنسبة لي، ان هم شايفينه جد، لانه هو بجد جد جد تاني. عارف انت المسلسل بتاع ميت وش؟ لا قريب ولا حسيب ولا في وسطة ولا في اي كوسة ولا بطيخ ولا اي حاجة خالص. حضرت انا لقيت ناس اصحابي تقول لي عايزين نشترك في اللي، قلت لي يا عم تشترك، اعمل لك ايه؟ اشترك، خش على صفحة التاسعة واشترك، ما اقدرش اعمل لك اي شيء في الوجود. يعني مفيش زقة كده والله العظيم، ده ناس اصحابي يعني ولادهم، يعني زقت مين يا عم؟ مفيش زقة ولا بتاع. سيف عصام اقربهم، ابن صديقي عصام، قال يا قلت له مفيش، حضرتك تخش على صفحة الفيسبوك التاسعة سيف بيغني، عايز تغني غني يا عم وصور نفسك بالموبايل واهلا وسهلا، اللي هيقرر اللجنة، فكله يبذل مجهود كفاية وياخدها جد جدا.